خرجت كتيبة الفرسان المسلمين يمتطون خيولهم، وخرج أربعة من المجاهدين الصناديد وهم ربيعة بن عثمان وغالب بن عبد الله الأسدي وعمر بن معدي يكرب وعاصم بن عمرو التميمي، طالبين من الفرس أن يبعثوا بصناديدهم. فخرج أحد أشد فرسان الجيش الفارسي وتقدم له ربيعة بن عثمان، ودار قتالا عنيفا وطويل امتد إلى ساعات، وكان ذلك الفارسي أول صريع في المعركة. تقدم غالب بن عبد الله ليقاتل، فخرج له هرمز، وكان ملك منطقة الباب في فارس بجوار بحر قزوين. فأرد المجاهد بن عبد الله ملكهم صريعا وأخذ تاجه وألقى الرعب في نفوس الجيش الفارسي. فقام عمرو يتمشى بين الصفوف، وكان ضخم الجثة وماهرا جدا في القتال، فتقدم إليه رجل من الفرس ورماه برمح فوقع على درعه وسقط على الأرض، وكانت رماح الفرس من طولها يسمونها نشابا. وتوجه عمرو بن بعدي يكرب نحو الفارسي وحمله في يد واحدة، فخطفه من فوق فرسه ورجع به إلى المسلمين وألقاه على الأرض وضرب رأسه بسيفه فقطعه ضربة واحدة، ثم أخذ رأسه وألقاها ناحية الفرس. وبعدها تقدم البطل عاصم بن عمرو رابع الفرسان على رجل من أهل فارس، فترك هذا الرجل فرسه وهرب إلى الجيش الفارسي ليحتمي بهم، فأخذ عاصم فرسه وعاد بها غنيمة إلى المسلمين. كبر المسلمون وارتفعت معنوياتهم وانخلعت قلوب الفرس لما رأوه من بسالة وأقدام في الجيش الإسلامي. هنا بدأت المعركة، وانطلق الفرس وأمطروا الجهة اليمنى من الجيش الإسلامي بوابل كبير من السهام، ثم تقدم 16 فيلا نحو ميمنة الجيش الإسلامي، ووجه قائد الجناح الأيمن لجيش المسلمين عبد الله بن المعتم أوامره لقائد سلاح الفرسان جرير بن عبد الله أن يواجه هذه الفيلة، لكن اعترضه سلاح الفرسان الفارسي الثقيل، وتابعت الفيلة تقدمها، وبدأت قوات المشاة المسلمين بالتراجع، وذعرت خيول وفرت وتفرقت، وكاد الجناح الأيمن من جيش المسلمين أن يفنى. فأمر سعد بن أبي وقاص الأشعث بن قيس الذي يقود سلاح الفرسان من ميمنة القلب بتعزيز فرسان الجناح الأيمن بهجمة مرتدة على الجناح الأيسر للجيش الفارسي. وفي نفس الوقت أرسل سعد إلى ميمنة القلب لإغاثة الجناح الأيمن للجيش الإسلامي، وبسبب قوة الهجوم الفارسي وجه ابن الوقاص لمجموعة فرسان من ميسرة الجيش مساعدة الجناح الأيمن، لكن ضراوة الهجوم الفارسي كانت كبيرة، وكان هذا الهجوم الفارسي بقيادة الهرمزان، إلا أن ثبات المسلمين وقتالهم المستميت أجبر الفرس على التراجع. وفي هذه الأثناء أمر رستم الجناح الأيمن وميمنة القلب بالتقدم، وتعرض الجناح الأيسر وميسرة القلب للجيش الإسلامي لرماية مكثفة، ومرة أخرى تتقدم الفيلة وتسبب الذعر لخيول المسلمين في الجناح الأيسر وميسرة القلب، مما أدى إلى تقهقر الميسرة من الجيش الإسلامي. كانت مشكلة المسلمين الرئيسية في هذا اليوم الأول من القتال هو الفيلة، حيث أنه السلاح الضارب والرادع لدى الفرس، ولم يكن لدى قائد الجيش الإسلامية إلا انتخاب فرقة انتحاريين للتقليل من خطورة الفيلة. فوجه أوامره فورا لعاصم بن عمرو التميمي الذي يقود ميسرة القلب، وطلب منه انتخاب فرقة من قبيلة تميم، وهم الأشهر بين العرب في رمي السهام. واستطاعت هذه الفرقة إحداث فرق كبير، وأجبرت الفيلة على التراجع بعد أن قتلوا من يقودها من جند الفرس. عندها انطلقت كتائب الفرسان المسلمين على خيولهم، وصار اشتباك عنيف جدا بين الجيش استمر إلى بعد صلاة العشاء. أطلق على هذا اليوم اسم أرماث، ومعناه اختلاط الشيء بالشيء، ورجح بعض المؤرخين أن اليوم الأول كان لصالح الفرس على المسلمين. يوم أغواث، وهذا اليوم الثاني من المعركة الكبرى، وهذا اليوم أحدث فرقا كبيرا في مجريات المعركة، لأنه وقبل بداية القتال وصل من الشام إلى أرض المعركة في العراق طلائع المدد الإسلامي التي بعث بها أبو عبيدة عامر بن الجراح. وصل 1000 فارس هم بداية المدد الإسلامي القادم، 1000 مقاتل على رأسهم البطل المغوار القعقاع بن عمرو التميمي،
الذي حمد الله أنه وصل قبل أن تبدأ المعركة. عهد القعقاع إلى 1000 فارس أن يقسموا أنفسهم 10 فرق، وكل فرقة 100، ولا تنطلق الفرقة الثانية إلا عندما تصل الفرقة الأولى ساحة القتال. وكان هو على رأس الفرقة الأولى التي وصلت ساحة المعركة قبل أن يبدأ اليوم الثاني من المعركة. وعندما شاهد المسلمون وصول المدد لم يفرحوا بالإمدادات كما فرحوا برؤية البطل المغوار القعقاع على رأسهم، القعقاع الذي قال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا يغلب جيش فيه القعقاع. انخلعت قلوب الفرس عندما شاهدوا الأسد يصل إلى أرض المعركة، لأنهم يعرفون بطولاته مع خالد بن الوليد. انخلعت قلوبهم وهو يستل سيفه ويطلب أن يخرج من الفرس أشجعهم، فخرج له بهما جاذوين. وهذا القائد الفارسي كان قد انتصر على المسلمين في معركة الجسر التي كان يقودها المجاهد أبو عبيد واستشهد فيها. فصاح القعقاع: يا لثارات أبي عبيد وصليط وأصحاب الجسر، وهجمك الصقر وقتله، وأخرج رستم 2 من أقوى قادة الفرس وهم البيرزان والبندوان. فخرج مع القعقاع الحارث بن ظبيان، فقتل القعقاع البيرزان وقتل ظبيان البندوان بضربة واحدة. وتقدم الصقر القعقاع يطلب المبارزة، وفي كل مرة يقتل من يخرج إليه، إلى أن وصل عدد القتلى 30 قتيلا من الفرس على يد البطل والصقر القعقاع بن عمرو التميمي. وكان في هذه الأثناء تصل الفرق 100 واحدا تلو الأخرى، وكلما وصلت فرقة كبر المسلمون وتراجعت معنويات الفرس، لأنهم يشاهدون أن المدد الإسلامي لا ينتهي. انتصف اليوم الثاني من القتال، وأمر رستم جيشه بالهجوم الشامل، ولكن هذا اليوم كان ثبات المسلمين أكبر من اليوم الأول، وكان يوما لصالح المسلمين. وانتصف الليل ولا يزال الاشتباك بين الجيشين على أشده، وربما كان هذا اليوم لصالح المسلمين بسبب عدم مشاركة الأفيرة بالحرب، حيث انشغل الفرس بإصلاح التوابيت التي كانت تحمل الجنود على ظهرها. سمي هذا اليوم أغواث، يعني الغوث، لأن القعقاع وصل من الشام على رأس 1000 فارس إلى أرض المعركة. اليوم الثالث من هذه المعركة الخالدة كان صعبا جدا على الفريقين، وقاتل الفرس بضراوة لم يشهد المسلمون مثلها. ولكن ما أحدث الفرق أن العيون التي بثها القائد سعد بن أبي وقاص عند الفرس استطاعت أن تحل موضوع الفيلة والتي تجهزت في اليوم الثالث للقتال، حيث أكدت الاستخبارات العسكرية للمسلمين أن الحل بموضوع الفيلة هو قتل الفيل الأبيض الذي يعتبر هو القائد للأفيلة. وبالفعل أمر الوقاص القعقاع وعاصم ابن عمرو وقال لهما: اكفيان الفيل الأبيض. وفي هذه الأثناء وصل المدد الإسلامي كله من الشام، والبالغ عدده 6000 مجاهد. وبدأ الاشتباك العنيف بين الجيشين، وفي بداية الأمر لحق بالمسلمين أذى كبير من الأفيلة، إلى أن استطاع البطلين القعقاع وعمر من قتل الفيل الأبيض، وعندها تفرقت الفيلة وهربت ولم تعد موجودة في ميدان المعركة. وكان هذا اليوم هو الأشد على المسلمين، وما أن جن الليل إلا وبدأ المسلمون والفرس بالتراشق بالسهام والالتحام بالسيوف، وكان القعقاع في مقدمة الجند، ولم يتوقف القتال بالمطلق حتى الفجر، وانقطعت الأخبار عن القائد سعد بن أبي وقاص، وسميت هذه الليلة بليلة الهرير. في اليوم الرابع الذي أطلق عليه يوم القادسية، عاد قادة الجند الإسلامي ترتيب الصفوف وتجهزوا للقتال. وكان لدى القائد البطل القعقاع خطة لينهي الحرب ويظفر المسلمون بالنصر، لكنها خطة تكاد تكون مستحيلة ومجازفة كبيرة. وتتلخص الخطة أن يفصل ميمنة الجيش الفارسي عن ميسرته حتى ينقطع الاتصال فيما بينهم، والهدف أن يصل إلى قائدهم رستم الذي هو في قلب الجيش ويقتله. وبدأ القعقاع مع فرقته الأبطال تنفيذ مهمة صعبة جدا، وهي من أصعب المهام في هذه الحرب. وانطلق الجيش الإسلامي إلى الفرس وناجزهم في قطاعهم، على عكس الأيام الثلاثة الأولى حيث كان الفرس يناجز المسلمين في قطاعهم. وبدأ القعقاع مع رجاله الأبطال بتنفيذ الخطة المستحيلة، وقاد هجوما عنيفا على قلب الجيش الفارسي. وعندما رأى رستم اقتراب القعقاع ومن معه إلى خيمته وشاهد سيوف الأبطال تحصد رقاب الفرس، هرب من خيمته وراء بغال تحمل المؤن لجيش فارس. فشاهده البطل هلال بن علقمة
وضرب إحدى الأحمال على إحدى البغال ووقعت على رستم وكسرت ظهره. وهرب رستم إلى نهر العتيق، لكن علقمة أدركه وضربه بسيف على رأسه وقتله، وصاح بأعلى صوته: قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة. عندها هرب جند الفرس إلى النهر، ولحقهم المسلمون بالنبال والأسهم وقتلوا منهم الآلاف. وهزم الفرس في موقعة كبرى، وكان يوم القادسية يوما من أيام الله الخالدة، انتصر فيها الأبطال نصرا كبيرا مؤزرا. قتل في هذه الحرب الكبيرة 8500 مجاهد من المسلمين، وقتل من الفرس 40,000 جندي. هذه المعارك الخالدة لم يكن النصر فيها سهلا، ولم تعطيها الدراما التي تنتج حقها في شرح تفاصيل هذه المعارك الخالدة. القادسية أخضعت العراق من أقصاه إلى أقصاه لحكم الدولة الإسلامية، وقبور الأبطال المجاهدين فيها ومراقدهم بيارق وأعلام تقول أن تلك الجيوش العظيمة كانت هنا يوما ما.